انا اخش طوالي في الموضوع، الناس تعمل شير ولايك، واللي بيقدر يسجل اللايف ده يعمل له تسجيل خارجي وينزله في الواتساب. اوكي طيب، احنا كلنا بتهمنا الوحدة، الوحدة الوطنية الحقيقية، والوحدة الوطنية لا يمكن تجي بدون نية من الشعب السوداني. وانت شفتوا الحركة الإسلامية الآن قاعدة تتربص بالثورة السودانية، الجيش السوداني ما بيسمى بالجيش السوداني، الجيش السوداني هو الحركة الإسلامية. لما نتكلم عن الحركة الإسلامية وتفكيك الحركة الإسلامية ومنظومة الحركة الإسلامية، معناته موجودة في داخل الهيكلة بتاعت شنو؟ بتاعت القوات المسلحة والشرطة السودانية. الحركة الإسلامية بنت جيوبها في أنه الشعب ده لو صار يوم من الأيام ممكن حزبه بنكون بعيد، لكن الحزب ده لما يكون بعيد هم انت غصب عنك تمشي تجيبهم، هم يجي يقول لك لا الجيش لا حل غير الجيش، الجيش معانا وما حمانا. ده كلام فاضي بالمناسبة، ده كلام فاضي، ولازم يكون في تصدي للكلام اللي قاعد يحصل ده. كلنا نطلع نتصدى للتنظيم الماشي جديد انه هو بعيد قوات المسلحة التمسك زمام العمور. في خلاف جرى امبارح في اجتماع بين البرهان، امبارح انا بكلمك، يعني ابو احمد ما جاء ابس، ابو احمد ما جاء ابس، في معلومات بتفيد انه الخلاف جرى بين البرهان وبين حمدوك وحكومته، خلاف كبير جدا بالمناسبه، خلاف كبير. العساكر ما دايرين يفكوا زمام الامور، الحركه الاسلاميه خايفه تفك زمام الامور، والان هي راجعه. وانتوا شفتوا احنا الليله في شريك في كسله، ده كله اللي بيجيبوا شنو بتجيبوا تفلتات. هنتكلم في ملف كسرة ده اتكلمنا فيه قبل سنتين من تجهيزه من بداية الثورة، قلنا لهم كسرة هتكون دارفور، وهسي كسرة بقت أقرب من دارفور. لكن اللي عجبني في شعب كسرة بيمرق كله سوا، بيمرق كله، دايرين زول واحد، هاي كلهم دايرين زول واحد. انت فهمت الكلام ده؟ بمعنى الكلام ده شنو يعني؟ معناته رغم عن ذلك حتى لو ما في وحدة وطنية، في وحدة بتاع الولاية حقتهم. وإحنا عدينا الفرصة دي كشعب سوداني، إحنا عدينا التحميش الكثير اللي خلى الناس واحدين الآن هم بيطالبوا شنو؟ بانفصال. والحركة الإسلامية عشان ما تدي أي زول يقدر يتكلم أو أي زول يكون عنده سلطة أو الحركات المسلحة تكون عندها سلطة، قامت الحركة الإسلامية درست تماما انه لقيت انه لما الحركات دي كلها تجي بوحده وطنيه حقيقيه، الحركات دي بتشيل الرايه من الحركه الاسلاميه. قاموا صنفوا الحركات دي، صنفوا الاتفاقيات واكلوا الثوره وعملوها مسارات، عملوها مسارات، شقوها 6 مسار، هسه بقى 6. انا بوريك عديد بقى 6 مسار، مسار دارفور، مسار كردفان، مسار جنوب كردفان، مسار الوسط، مسار الشرق، مسار الشمال. 6 مسارات. بيجي انه مثلا جيش تحرير السودان جناح، يعني مثلا جيش تحرير السودان مثلا جناح من ناركو مناوي، بيسمى بجيش تحرير السودان من شنو؟ من الميليشيات والارزقيه. قاموا حطوا له كفرنج في النص، انت جيش تحرير السودان بس حدك دارفور فقط، ما عندك حق تتكلم ولا في اقليم كردفان، ما عندك. طيب عندي شعبيه في الخرطوم، والله شعبيتك دي تقعد كشعبيه لكن انت ما عندك حق انك تتكلم فيه في الخرطوم. عملوا له خط، قاموا جابوا عبد العزيز الحلو حركه الشعبيه قطاع الشمال، قالوا انت والله تتكلم من هنا لحد الدلنج بس، الدبيبات ما عندك معها حاجه. فصلوا عبد العزيز الحلو من شنو؟ من الدبيبات. جا مالك عقار قال لي انت حدك هنا، دي بس نقطتك، ما عندك المسار ده كله كله. جو ناس الشرك عدوهم قال ده حتتهم، ليه كلام ده عملوه؟ انت فاكر الكلام ده كويس؟ يعني الكلام حسي عليه جايين له ناس حميتي والمالك عقار والناس حسي حاليا بتتصارع في السلام ده؟ الكلام ده ما تمام بالمناسبه، الكلام ده ما تمام، الكلام ده بيولد قبائل. وهل انه حركات حسي حاليا اللي بتفاوض مثلا في جوبا، هل انه هي حتتفاوض بدارفور كلها؟ ما بتتفاوض بدارفور كلها لانه هي ما بتمثل دارفور كلها. كلام واضح،
يعني إذا كان جينا جيمت خمسة حركات الآن بتتفاوض بحركات دارفور أو ستة حركات، ستة حركات من دارفور كلها من شمال دارفور، أين وسط دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور وشرق دارفور وجنوب دارفور؟ ما في، ما موجودين في الساحة. طيب ده يبقى شنو؟ يبقى السودان في خطر، يبقى معناته دارفور فيها خمسة مسارات أو ستة مسارات. يعني من ناركم الناوي، دكتور جبرين، الطاهر حجر، منو ما بعرفوا لك، هم كلهم من أبناء شمال دارفور ومن أبناء إقليم واحد ومن أبناء منطقة واحدة هي ذاتها ومن أبناء قبيلة واحدة. يعني هيمشي يجيبوا شنو يعني مثلا؟ أين المساليد؟ أين الفور؟ أين التامع؟ أين البرجت؟ أين أنت فاهم القصة دي؟ أنت فاهم الكلام ده كويس؟ أفكر الكلام ده اللي بقوله لك ده خطه في أذانك كويس كده عشان تكون عارفه. ما تقول لي قال حميتي قعد الآن حميتي مباري قاعد مع العوين بتاعت الكنابي والمرأة النازحة. شوف ما كل المرأة النازحة ده برضو قوم لازم تنتبه له. انت كمواطن سوداني لازم تعرف الكلام ده كويس تخطه في أذانك. مسارات الحسي بيتكلموا فيها ما بتودينا لقدام. يبقى انه احنا لو دارين نبني دولة حقيقية لازم نتوحد، يا إما بتندلي حروب جديدة. دارفور هتولي حرب في شهر 10 وشهر 11، الحرب هتكون مدعومة من الجنجويد وجزء من حركات المسلحة وضد حركات مسلحة في دارفور. تبقى عنه زيتنا الطين بلة، ودارفور اليوم وكردفان وسط السودان وشرق السودان لا حول ولا قوة. ليه بقول لك كده؟ لأنه الخريف غرق الناس. الآن الناس في الجنينة والناس في الوسط والناس في الشرق بيوت خرقانة من الموية، بيوت خرقانة سيول وأمطار، خليك من الحرب. الآن الناس خرقانة موية لهنا، محل بيرقدوا ما في، بيوت بتقع ما في، زول عنده بمشغلة، ده كله نحن الآن بلا في بلا. طيب نحن ليه في السودان ده الكفاوي كترت؟ ليه كترت؟ تصبح الصباح بس السودان يكون بس مقدود. ليه؟ ما توحدنا، والثورة يدوب جات في ذروتها الحقيقية. عم الشير ولايك، أنا ما حطول معك ذاته الكلام ده، لو أصلا أنت شايفه بتعبك ولا حطول معك عشان ما أخذ معك وقت ذاته. والكلام اللي بقوله ده ما تفتكروه عنصرية، لكن خطه في بالك كويس. انت كمواطن سوداني الكلام ده ما عنصرية، ده كلام حقيقة، لكن الحقيقة مرة، الحقيقة دي مرة وبناء الحقيقة، وبناء الحقيقة بنغطوا شنو؟ ها؟ بنغطوا الكلام بالقش. الليلة بفاوضوا في حركات في جنوب كردفان وبتولد حركات جديدة في جنوب كردفان، صح ولا نقلتان؟ الآن في ناس اسمهم مسار النص كردفان ما بعرفوا ليه في حركات مسلحة، حركة جديدة. كلكم شفتوا الناس الليلة أكثر من 40 حركة جديدة بتقوم. اللي بيقوم شنو؟ بيقوم الظلم، بيقوم الظلم، بيقوم عدم الوضوح، بيقوم لما أنا أنت تمشي تتفاوض أنا ما شايف نفسي، ما شايف نفسي في المراية اللي أنت قاعد تجيبها دي. لما أنت تمشي تتفاوض أنا بجيب عين لك كده، أنت من قبيلة واحدة، ستة نفر أو عشرة كلكم حركة واحدة من قبيلة واحدة. طيب أنتوا ديل بتمثلوا دارفور؟ أي طيب كويس، نجي ننظر للناس اللي بتتفاوض في جوبا. أنا ما عندي حاجة بلبي ده بالمناسبة، دبر نزية نجي نشوف أهلنا الزغاوة الآن بتفاوض في دارفور في جوبا. طيب الزغاوة يفاوض في جوبا مع منو؟ مع الجنجويد. كويس، هم دي الحكومهم كيف؟ الحكم حق الزغاوة والعرب الآن في تشاد كيف؟ هم نفسهم نفس العمومة، نفس العمومة. طيب الناس دي إذا حكموا دارفور هل أنه اتفق إدريس دبي إدنه مع قائد الدعم السريع كويس ومع حركات المسلحة من أبناء عمومته كويس؟ هل أنهم اتفقوا عشان يبنوا دارفور وتشاد تكون دولة ممتدة لهم كقبيلتين مع بعضهم أو كقبائل عربية وقبيلة زنجية؟
حكم الزغاوة والعرب في تشاد حكم الزغاوة والعرب في دارفور. ما احنا كلنا ما في شيء، قبائل دي كلها ما في، ما في، ما تلعب، ما تقول لي في عمين مرأة. الناس اللي قاعدين في 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 الحركات دي كلها معروفين. احنا قاعدين نشوف فوق في حياة القادة والأركان، قائد الجيش ما بعرفوا لك شنو، قائد الصراع الطبي، المهندسين، السياسيين، الناس اللي حسي بيتفاوضوا ذيل كلهم يا العسرة واحدة. الناس الثانية من أبناء القبائل قاعدين بعيد. هل أنه ديل المناصب هتوزعها كيف؟ هتوزع المناسب للناس اللي بيتفاوضوا ديل. لا انت ما عملت مراية وديت احمد وصالح ومصطفى وموسى وخليت باقي الناس كبيتهم، انت دار تجي انت تحكمنا نحن انت ذاتك تاني؟ طيب كويس السؤال، ما انتوا كلكم من راجل واحد، ستة رجال من راجل واحد، ستة من خشم بيت واحد، دارين دارفور الحكم ده، دارين نشوف القبائل الموجودة في دارفور دي كلها في داخل اتفاقية السلام بالتساوي، دارينها بالتساوي كل القبائل بدون فرس، قبائل عربية، قبائل زنجية، كلنا دارين نشوف نفسنا في المراية دي سوا، قاعدين سوا، ما في زول أحدث أقدم من الثاني، وما في زول أعلى من الثاني. دي هتبقى كيف طيب؟ دي بتبقى كيف؟ بتبقى بالوعي التام، بتبقى بالوعي التام، اسمع الكلام ده كويس، ونرضى ونابى. السودان انقسم خمسة مسارات، من المفترض انه لما تتكلم انت كابناء دارفور تتكلم في دارفور فقط، في كردفان تتكلم ككردفان فقط. ليه؟ لانه ده المسار اللي حسي يتخطى، ده المسار اللي تخطى حسي، المسار اللي في جوبا ستة مسارات، مفروض انت تشوف نفسك انت من ولاية في الستة مسارات دي، انت في مسار عشان تتكلم صح وتبني صح. نجي نتكلم في اقليم دارفور الليلة، وقبل ما نمشي الشرك ده كتنوير عام في جمهورية السودان، لكن عندنا ما عندنا حق الآن نحن نتكلم في كل السودان. ليه؟ لأنه خلاص عملوا مسار والسودان ده يتقسم، بقي مسارات، مسارات معناته الدويلات، الدويلات يعني شنو يا حامد؟ يعني خمسة دول، يعني شنو يعني؟ يعني ستة دولة، ستة دولة زي الجنوب، السودان مقسومة لسبع دول، دي سبع مسارات، أي مسار إذا ما تطبق بطالب الانفصال. أي مسار ما لقى حقه بطالب الانفصال. عنده حق انه يطالب الانفصال، استقرار المصير. طيب نحن دارين قبل ما نعمل الكلام ده وقبل ما نتورط خلينا نبني المسار الجاي دي صح، خلينا نشوف نفسنا كلنا في داخل المرايه الجايه دي، كلنا كابناء دارفور خلينا نشوف نفسنا كلنا موجودين، سواء كان من الرحل، سواء كان من الناس الموجوده في المعسكرات، سواء كان الناس اللي ما موجوده في المعسكرات، واي زول ياخذ حقه، وننظف بيوتنا وننظف الحراميه حقيننا، ونعمل ربط نسيج اجتماعي جديد كلنا نبنيه صح، والتفاوض بتاع الحركات اللي ما جاءت اتفاوضت دي نحن من هسي نسعي نجيب الحركات اللي ما تفاوضت، ونتكلم مع ناس اللي بيتفاوضوا ديل، نجي نخطهم في امام الامر الواقع. انتوا كلكم من قبيله واحده الان بتتفاوضوا في جوبا، تعالوا انتوا اللي بتتفاوضوا في جوبا ديل، هل انه انتوا هتحكموا دارفور؟ هل أنه مني عرقو من ناوي ودكتور جبرين والطاهر حجر ومين ما بعرفه ستة غايد من أبناء قبيلة الزغاوة لهم التحية والاحترام، شقوا نفسهم هم من في بعضهم مرضوا بحركة واحدة، عملوا ستة حركات أو خمسة حركات، هل أنه ديل بيحكم السودان؟ طيب أين المساجد؟ أين الفور؟ أين الترجم؟ أين البرتي؟ أين 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 كده؟ أنت فاهم القصة دي؟ طيب في ناس ما موجودة في داخل الحكومة دي، قبائل عربية ما عندها لها شأن بالدعم السريع، الحبانية ما موجودين، انت فاهم القصة دي؟ جزء كتير جدا من الرزيقات في الشرق دي ما موجودين. طيب الصحن ده دارين ما دارين نحن يكون صحن صغير، دارين يكون صحن كبير، اي زول ياكل يدخل ايده، ما تجي تدخل ايدك كده يقول لا 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 ارجع خلي بعدين اخط لك، لا لا انا داير اكل معاكم هنا في الفتلة. والناس ما بتقبل الكلام ده، لكن ده المسار الماشي، ده المسار الحسي حاليا ماشي في جمهورية السودان، مسار بتاع ستة دول، ستة مسارات معناته ستة دول، معناته انت ما تطلع تتكلم انه نحن في الخرطوم عندنا، انت تتكلم في الخرطوم كمركز، لكن تتكلم في اقليم دارفور كاقليم دارفور، ابناء كردفان اتكلموا كاقليم كردفان، ده شنو دي لغة السلام الحسي؟ ده الامل منه؟
عملوا الناس ديل الحسي بيقولوا تو نحن دارين خط يدينا معهم ديل ديتوا لو قبلتوا الكلام ده لو قبلتوا معناته قسمت السودان الحل شنو الحل كلام ده